أدى القتال الدائر منذ 9 أيام بين داعش وأخواتها في شمالي سوريا إلى مقتل نحو 700 شخص، وقد تمكنت داعش من إحكام سيطرتها على مدينتي الرقة والباب في وقت يواصل الجيش السوري تقدمه الحذر نحو أحياء مدينة حلب. سيطر الجيش السوري على مدينة النقارين في ريف حلب، وتتقدم القوات السورية في اتجاه المدينة الصناعية شمال المدينة، في حين سيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا عقب اشتباكات مع مقاتلي الجبهة الإسلامية، كما تقدموا داخل مدينة الرقة وسيطروا على محطة القطار وحاجز للمسلحين، وباتت داعش تسيطر على أكثر من نصف المحافظة. وتدور منذ مطلع يناير الجاري معارك بين 3 تشكيلات هي الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وجبهة ثوار سوريا ضد عناصر داعش المتهمة بارتكاب ممارسات مسيئة. من جانبه حذر الجيش السوري الحر من إمكانية سقوط الرقة بأكملها بيد تنظيم داعش الذي سجل تقدما واضحا في الاشتباكات التي شهدتها جبهة الرقة. في المقابل تدور مواجهة بين عناصر داعش ومسلحي المعارضة في محيط مدينة سراقب شمال غربي سوريا، وتعد هذه المدينة الواقعة على الطريق بين حماة وحلب آخر معاقل داعش في إدلب. وأفاد المرصد السوري التابع للمعارضة أن نحو 700 شخص قتلوا في 9 أيام من المعارك الدائرة بين مقاتلي داعش ومقاتلي بقية الجماعات، بينهم 100 مدني، فيما لا يزال مصير مئات المعتقلين لدى الطرفين مجهولا. وفي تطور آخر، دخلت التفجيرات الانتحارية على خط المواجهة بعد أن فجر أحد عناصر تنظيم داعش نفسه في مقر مجموعة مسلحة بمساكن هنانو بحلب. وأفادت تقارير صحفية أنه تم العثور على مقابر جماعية في البريج بحمص في ساحات كانت تابعة لتنظيم داعش. في غضون ذلك أعربت فاليري آموس مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقها العميق من سوء الأوضاع الإنسانية بسبب القتال الدائر بين القوات السورية ومسلحي المعارضة، وأوضحت آموس أن معاناة المدنيين تتصاعد وسط أنباء عن انتشار المجاعة في بعض المناطق السورية مثل مخيم اليرموك القريب من دمشق. وشددت آموس على أنها دعت السلطات السورية لفتح منفذ للمساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق.